اجي لك لإيهاب. إيهاب يعني انت اسعد واحد بالمليان. والله انا مش انا مبسوط طبعا ان هي بدايه ليا دلوقتي. اعتقد ده تاني او تالت ماتش ليا من اول الرجوع ليا، ان انا ماتشي تبع المنتخب وكده دولي. فانا مبسوط ان انا الحمد لله ربنا كرمني فيه وخدت ميداليه. بس برضو انا جوايا احساسي اللي هو انت الذهب برضو كانت هي. انت زعلان شويه وانت بتستلم الفضه؟ لا انا زعلان جدا بصراحه. هي انت عارف حاجه كده، احساس ان انت احسن كتير، انت جاهز انك ترمي. بس هو حصل شويه دروب في النص كده بعد كينيا. كنت انا في كينيا رميت 83 89 ده رقم اكبر من اللي جايبه بالظبط. اللي جايبه الاول جايب 82 سم 82 متر 23 انت جايب 83 بالظبط. وكنت احسن كتير جدا، بس جه في النص حصل لي تعبت شويه وقعدت لي كام يوم كده، دخلت المستشفى وحاجات زي كده. فحصل كام زي دروبات كده، بس الحمد لله الحمد لله دلوقتي انا احسن كتير وبدات ارجع. واتعلمت من الماتش ده من كام نقطه كده، كام اخطاء اللي كانت موجوده قدرت ان انا اعرفها. فده كان بالنسبه لي خطوه كويسه لبطوله العالم، ان انا هدخل ابقى عارف ايه الحاجات اللي ناقصه عندي اقدر اشتغل عليها ال 15 يوم اللي باقيين. طب قول لي ايهاب، يعني برضو الناس بتتساءل، انت كان في بطوله البحر المتوسط اكيد معاك منافسين عالميين، ما انت طبعا في ايطاليا موجوده، في فرنسا بالزبط، في صربيا، يعني دول عظمى في الرياضه بالزبط. مين كان معاك من المرشحين او اللي هينافسوك في بطوله العالم او حتى في باريس 24؟ هو كان في اثنين هم يعتبروا اقوى اثنين موجودين، اللي هو البرتغالي، وهو رامي السنه دي رقم قوي جدا، رامي 84 حاجه او 85. في تركي، بس تركي كان مصاب. بس هو البرتغالي اللي يعتبر هو الكويس يعني. صحيح. والفرق بينك وبينه يعني انت رقمك بتجيب، انت بتقول انت رميت في كينيا. انا لعبت معاه في كينيا، لعبت معاه قبل كده في كينيا ولعبت معاه قبل كده دايما. سبحان الله والتوفيق. سبحان الله يعني. بس معلش انت ربنا كتبها كده. انت يعني مكافح يعني انت قبلتك مطبات يعني سنتين الايقاف دي لوحدها تخلص على اي لعيب؟ اربع سنين يعني كبيرة. كمان انا اسف، كمان اربع سنين ايقاف تخلص على اي واحد؟ والله هيك انا حمد ربنا على اي حاجه، انا بجتهد وبعمل اللي عليا وانا عندي امل وعندي هدف، وان شاء الله ربنا اكيد ربنا هيقف جنبي ويساعدني ان انا اوصل له. بس انت خسس يا هاب السنه دي. انا كل سنه بحاول ان انا يعني احسن من الاول، بقى احسن من الاول خالص بالظبط، بحاول ارجع واحده واحده. والحمد لله ماشي على الطريق الصحيح. يعني هو ناقص لي حاجات خفيفه كده ان شاء الله، معسكرات بره والحاجات دي كلها، بس طبعا الظروف هي اللي مش سامحه ان احنا نسافر يعني. ان شاء الله، وان شاء الله يعني تأدي اداء كويس في بطوله العالم، وهنتابعك ان شاء الله وهنستناك هنا كالعاده في المدينه ان شاء الله.